موجز لأهم وآخر الأنباء من قناة المرابطون. حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه مما وصفها بالكارثة الحقيقية بالنسبة للمزارعين والمنمين في مختلف ولايات الوطن. وقال البيان إن المنتدى يهيب بكل القوى الوطنية وكافة المواطنين في المدن والأرياف للتعبئة والنضال من أجل أن ينعم الشعب بالحكم الذي يستحقه، يشاطره همومه ويسهر على مصالحه، وفق ما ورد في نص البيان. أعلن فريق الدفاع عن السناتور المعتقل محمد الغدا عن تقدمه بعريضة إلى غرفة الاتهام باستئنافية وركشوب تهدف إلى إسقاط المتابعة المقام بها في حق الغدا و12 من زملائه المشمولين في نفس الملف. وقال فريق الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط إن الأمل يحدوه في أن تبت غرفة الاتهام طبقا لما يمليه القانون برفض ما وصفه خرق الدستور، وأن تأمر بإسقاط المتابعة القضائية في حق محمد والغدة وجميع زملائه. بدأت لجنة القوانين في البرلمان التوغولي دراسة مشروع تعديل الدستور المقدم من طرف الحكومة، والذي ينص على تحديد مأموريات رئيس الجمهورية ومراجعة نظام الانتخابات. وتصعد الجدل السياسي في توغو منذ أسابيع أثر خروج المعارضة في مسيرة تدعو إلى تحديد مأموريات الرئيس والفتح الباب أمام التناوب على السلطة. حل منتخب المرابطون في المرتبة 98 ضمن الترتيب الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، متأخرا بذلك ب 12 نقطة عن تصنيفه الشهر الماضي. وقد حققت موريتانيا أحسن ترتيب عالمي لها شهر أغسطس الماضي، حيث تمكنت من التقدم ب 25 نقطة دفعة واحدة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على صفحتنا الظاهرة على الفيسبوك الثالثة، موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه.